تخرج من أكثر من 15 سنة بمجال المسرح. أول مسرحية له كانت لجورج شحادة باللغة الفرنسية لا سواغي دي بروفيرب، وأول نجاح نعرف فيه كان تحت اسم مطار شارل دوغول من كتابته وإخراجه. بعدها قام بمسرحيات التخت على اليمين، أوروبا، قبلة المرة العنكبوت، لابو دي ليزا، بانيو، ميدل بيست، يلي كان أول عمل لبناني بينلعب على مسرح برودواي بأمريكا. بال 2009 بدأ بأول مونولوج له يلي نال نجاح كتير كبير تحت اسم حياة الجغل صعبة، بال 2010 أشرفية، بال 2011 أنا، وبال 2012 فيلم سينما. بعد 4 أيام رح يكون آخر عرض له بالدي آر إم، وهو عبارة عن مدلة لهالأربع مونولوج. لنتعرف أكثر عليه بنستقبل جو قديح. مساء الخير جو، أهلا وسهلا فيك، تفضل. جو علقت على كذا كاركتير، على كذا أشخاص، نكت على عدة شخصيات من المجتمع اللبناني. ما كتير نكتت، علقت عليهم؟ ايه، عملت بارودي؟ بفضل بارودي على تنكيت. إذا بدك تعمل بارودي علي أول كلمتين شو بيطلع معك؟ سائل. Thank you. لا بارودي مش قلنا حقايق. جو قديح، بعد 4 أيام رح تعمل مدلي لأربعة مونولوج، فينا نسميه هولي كأنه ستاند اب كوميدي؟ أنا بسميه مونولوج أكثر من ستاند اب كوميدي. بالستاند اب كوميدي في أول شيء الميكرو بيكون بالإيد، تاني شغلة ما في حبكة متواصلة من الأول للآخر بالتفاقم الدرامي، يعني بالدراماتورجي تبع بالكتابة تبع النص. بالمونولوجات يلي انا بكتبهم عاده في عندي يعني كرونولوجي سويت، كرونولوجي بالافكار، وببلشوا بشيء في ديفلوبمون، باروكسيسم، شيت فينال. و في ستاند اب كوميديان اليوم بلبنان موجود هالشيء؟ في نمر ابو نصار بتصور هو احسن ستاند اب كوميديان بلبنان. حتى نمر انا بلاقيه انترناشونال ستاندرد، انا بروح بحضره وبضحك من قلبي. اليوم الستاند اب كوميدي، ستاند اب كوميديان بلبنان او المونولوج بلبنان، هيدي ظاهره جديده شفناها صار لها تقريبا اخر 5 سنين بلبنان. قديش هيدي الظاهره ناجحه وقديش فيها تستمر بعد؟ بيير، قبل كان في اكيد سامي خياط مع حفظ الالقاب، وفي كمان، وفي رفيع علي احمد. مزبوط. يعني طلعوا على المسرح وعملوا مونولوجات وكانوا كثير منيح فيهم وعندهم جمهورهم يعني أصلاً. بس اليوم في عنا ساتوراسيون من كل شيء فيزيوال، يعني العالم ما بقى بالبالة تروح تحضر مسرح في بقلبه كتير برادة وفي بقلبه كتير ديكورات وإضاءة، لأنه من دون شيء على الطريق وبحياتنا اليومية. يعني بتوعى بتفتح الآيفون تبعك في عليه دعاية، بتفتح الآيباد تبعك، بتفتح الكمبيوتر تبعك، في عندك 600 دعاية، بتمشي على الطريق عندك بيلبوردز وين ما كان، وهيدول اللي بيضووا ما بعرف بيسموهم شو اسمهم، اللي بيضووا لد لد اكزاكتلي. فبتصور في عنا متركاج كتير قوي فيزيوال، بقى العالم راحت على التقشف، يعني ديبويمون اذا بدك بالمسرح، اللي هو انه بس ممثل ما بدهم ديكور وراه وعم بيخبر قصص، هن عم بيعملوا ايدنتيفيكاسيون معه. كيف تقبل اللبناني هالشي؟ بيحبوا كتير، وشغلة بتنفسهم نوعا ما، لأنه بتعرف نحنا أرض خصبة بلبنان، يعني من ناحية الشواز والقصص يلي سميت البدن. بقى لما بتحكي عنا هيدول قصص، أنه أنا يعني كل يوم بحياتك العادية بتكون رايح على الشغل بيطلع معك عدة أفكار، يعني من الأشخاص اللي بتشوفه ومن الغلط اللي بتشوفه. أكيد هلا بكرة بركي أكتب شيء عن هون ما بعرف. قلت لك زمان. بعد كل هالفترة، ومش هيك سألتك قديش اليوم المونولوج والستاند اب كوميديا ناجح بلبنان وحابب وقد بيقدر يستمر، حابب تعتزل هالشيء؟ مش اعتذر، بدي اخذ بريك صغير تمصير بالاخر، يعني كتير مستهلك كوميرشال. ايه، انه صار لي 4 سنين عم بطلع على المسرح وعندي جمهور، عندي جمهور كتير عريض، يعني كتير مبسوط انا بهالشغله، وعندي جمهور يعني اليت بتجي بتحضرني لو شو ما عملت. بس بالاخر انه بيني وبين حالي انا بفكر انه I need to recycle myself كمان،
لأنه أنا كمان بحب الكتابة والإخراج، وكمان ما بدي أنه كل الوقت أنه أوكي نحن على موعد مع جو قديح كل سنة بدنا نروح نحضر له مسرحية، بقى ما بدي كمان يزهقوا مني، وأنا بيني وبين حالي عطول عندي تشالنج ضلني ماشي فيه، فعبالي جرب غير شيء. راشد بحصلي ما حبحكيك عن المسرح، مش مجال تبعي، بدي أسألك عن شيء تاني. بتحب ترسم؟ إيه وبترسم؟ إيه. طب فيني أفهم هيدي شو بتمثل لك؟ هاي جايبين على فيسبوك. ما فيك تقلي مش انت رسمها. بلا 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 والمرة نقيت اللون الأخضر لأنه كمان مشلشة، لأنه بالنسبة الخصوبة الخصوبة exactly، لأنه الأرض والخضار والأكسجين هو رمز الحياة، والمرة بالنسبة لي هي رمز الحياة. حلو حلو كتير. رولا منصور جوب، اليوم بستعمل ستاند اب كوميدي، انت بتتكل انه كيف تعرف انه هذا الشيء رح يضحك الناس؟ هل تتمرن؟ في عندك ناس تتمرن عليهم تتشوف اذا نكتك بتضحك او بتتكل؟ انه تخيل مثلا تضحكي يعني هو بتتكل عليهم يعني. لا اول ما اكتب فيك انا بطلع على طول كل مسرحيه بعمل، ما بعمل افون بريمير، بعمل بريمير دغري، يعني دغري قدام النقاد والفي اي بيز بين هلالين، وهدول جمهور كتير صعب يعني ما بيضحكوا ولا رغيف الصوت. هلا انا بجيب بيناتهم اصحاب شوي صغيره يتعاطفوا معي. طب جو انت لوحدك بتكتب؟ ايه بس لا، ستاند اب كوميديان برا يعني كلهم من ساينفيلد لجاد المالح، بغض النظر اذا هن مونولوج او ستاند اب كوميديان، بس عندهم كذا سكريبت رايترز، يعني عندهم تقريبا 20 واحد، كل واحد بيكتب لهم هو المسرح، مش هو لحاله بيعمل هذا العمل. انا بكتب لحالي بس كثير اوقات في عندي اصحاب يعني لما بقرا لهم بصيروا يزيدوا افكار او يقولوا لي نقص، بالاخر بحط لهم كمان انه هن شاركوا بكتابه النص، انه في كثير افكار بتفوت من ديني بتطلع من ديني، بس في افكار انه بيعطوك اياها بتحس انه. طب ليه هالقنيه سباتيك مثلا بدل ما تاخذها كريمه سباتيك وتقعد كل الوقت انه بعيد على السنه تتنسى العالم، ليه ما بتروح على الراديو مثلا يكون على الاذاعه عندك شيء قطشات صغار على الهواء 20 دقيقه؟ عرضوا علي، عرضوا علي راديو وعرضوا علي انترنت. بعدني انا مغروم من المسرح يعني، لا تلفزيون بحبه. كان عندك تجربة التلفزيون؟ كان عندي لما بحضر حالي بتلعى نفسي. التلفزيون عنده شيء استهلاكي يلي شوي صغيرة بيتعب يعني. بالمسرح بتشتغل، أنا بشتغل تياتر بوفر يعني، ما عندي ديكور حوالي، ما عندي شيء، ويلا الانرجي تبع الشباب. بالتلفزيون في غير محسوبيات، بعدين الشغله مش بس على عاتقي يعني، في عندي السانسور تبع التلفزيون يعني، اللي بتقول لي هيدي الجمله بتقطع، هيدي الجمله ما بتقطع. انا بالمسرح عندي كل شيء بيقطع، بقطع كل شيء. امريسكي بيري شي مره اجت الرقابه او شي مره حدا قال لك بس غيرنا شيء او شلنا شيء؟ غيرت؟ لا. عشو كان التعليق؟ على قصص سخيفة. مثل؟ أنا أصلاً فكرة الرقابة بتلعي لنفسي، وبلاقي أنه هيدا ظاهرة غير حضارية بالنسبة لنا. ولك عادي؟ أنا بدي أرجع شوي لإلك لشخصيتك جو، قدي أنت بتحس حالك سئيل؟ بتحس حالك سئيل؟ بتترجمها شي على المسرح؟ سألتي؟ إيه؟ أنا من إنسان مهضوم على المسرح يعني، فيني يكون كتير أجريسيف، بس الشغلات اللي عم بقولها بتضحك العالم لأنه من الديلي لايف تبعيتهم. جو قديح اليوم رح توقف مونولوج ورح تنتقل لشي تاني. بدي أول شيء كان عندي مشروع فيلم سينما مزبوط، مش المسرحية سينما. أنا سميتها فيلم سينما لأنه كان عندي اكسبيرينس انه جربت كثير اعمل فيلم سينما بس ما قدرت اجيب مصاري. هل اليوم السينما اللبنانيه هي كرينو جديد؟ الكل بلش ينظر له والكل بلش يفكر انه فيه يكون ا جود انفستمنت؟ ليش لا، ويا ريت تضلوا مكملين لانه في كم افلام كثير كبير اليوم بالصالات، ومنيح لانه الصالات شوي صغيره عم تفتح للفنون اللبنانيه، بس لازم يكون في ثقافة أكتر إنه اللبناني يروح يحضر فيلم لبناني، والمنجين يوثقوا أكتر بالتالنتس الجداد يلي بلبنان، ويكون في كمان الصالات يعني. في أوقات عم بسمع من كتير مخرجين أصحاب لإلي
انه كثير بيضايقونا بالصلاة لانه بيصيروا يعملوا ريتينجز وما ريتينجز مع الفلوم الاجانب وقد ايه بدهم يطلعوا مصاري. من الاخر حبيبي خبريل، انا كثير مبسوط انه تعرفت عليك، و عن جد تعطي هيك من احسن الضيوف اللي حسيت فيني ارتاح انا عم بحكي معه. ثانك يو لانك جيت. من انا بدي اقول لك موفق بمشروع السينما ان شاء الله تقدر تحققه. راشد بحصلي، انا حضر لك كل مسرحيتك بس بالفن بدك تشد حالك اكثر. اوكي الرسم بالرسم يعني قصدي يعني. بالفن الرسم البانتيو 100% بدك تشد حالك اكثر. اوكي رولا منصور، انا حبيته لجو ولقيته كثير جنتي ولذيذ وقريب على القلب وما كنت مفكره انه رح انه بدك تشوف فيني كبر بوزيتيفلي امبرس. بتفرجينا قطشه بتغني قطشه ضحك الليل جودي. أنا بدي أقول لك ما تطول هي خبرية الغيبة، وإن شاء الله خبرية الفيلم ما تكون دعسة ناقصة تكون مكللة بنجاح. Good luck. Thank you. وأنا جو مثل ما قلت لك غيرت رأيي فيك وبتعقد وكتير مهضوم وكتير لذيذ وإتسترا. جو ده فعلاً قدرنا نتعرف على شخصيتك عن قريب، بديش أنت إنسان واقعي بنفس الوقت، وكمان شخص منحس حتى بالمسرحيات اللي بتقوم فيها فيها كتير من العمل. وأنا ليش سألتك إنك بيرفكشنيست؟ لأنه منشوف إنه كل ديتيل بيكون موجود، بيكون أنت شاغل عليه، إن كان بالحكي، إن كان بالنكت، إن كان بالطريقة الميم، وإن كان كمان بالموسيقى وإنتاج هالمسرحية. وهالشي بده كتير من الإبداع، مشان هيك أنت مبدع لبناني. نحن بدنا نهنيك على هالشي. بعد كل اللي قلته بلشت الحلقة قلت عني سائل بالآخر. بدي أقول لك شيء، أنا كمان بعمل لك هيك لألك. جودة، thank you. Thank you.